مسؤول التلاوة أصلا متى يقع؟ يقع إذا قرأ الإنسان آية سجدة. بعض أهل العلم يرى الوجوب، واحتج بقول الله جل وعلا: فما لهم لا يؤمنون وإذا قرئ عليهم القرآن لا يسجدون. وجمهور أهل العلم على أنه ليس بواجب، وهو الأرجح والعلم عند الله. لكن سجود التلاوة لا يخلو من أحد حالين: إما أن يكون الإنسان أصلا يقرأ من المصحف، وأصلا لا يقبل أن يقرأ من المصحف إلا إذا كان طاهرا، إذا هنا لا إشكال، لأنه عندما يقرأ آية السجدة فيسجد فلا إشكال هنا. لكن يبقى الإشكال لو أنه كان يقرأ من حفظه، فلو كان يقرأ من حفظه أو كان عابرا سمع سماع تعمد ليس سماع عابر، بمعنى أنه كان يضع أذنه ليسمع من أحد يقرأ أو من تلفاز أو من مذياع، فهذا لا يلزم أن يكون على طهارة، قد لا يكون على طهارة، لا قد لا يكون على طهارة. هنا نقول لا يلزمه أن يتوضأ، يسجد على حاله. بقيت مسألة وهي قضية: هل إذا كان يسمع وهو جالس يقوم ثم يسجد أو يسجد على حاله؟ الجمهور على أنه يسجد على حاله، وذهب بعض أهل العلم وإليه أمير إلى أنه يقوم ثم يسجد، لأن الله جل وعلا قال: إذا يتلى عليهم يخرون للأذقان سجدا، ولا يقال يخرون إلا إذا كان من علو. والعلم هي تسأل أيضا عن كشف قدم المرأة في الصلاة. الجمهور على أن جمهور أهل العلم على أن المرأة في الصلاة لا تكشف إلا وجهها وكفيها فقط. لكن لا أستطيع أن أقول إن من بقيت قدماها أنها باطلة، لكن تتداركها في مستقبل الأيام. نعم. أبو عبد الله يسأل عن سورة الكهف في يوم الجمعة، ما الحكمة منها؟ الذي أمر به النبي صلى الله عليه وسلم فيما رواه البيهقي بسند حسن، أنه عليه الصلاة والسلام قال: من قرأ سورة الكهف يوم الجمعة كانت له نورا إلى الجمعة التي تليها وثلاثة أيام. وهي سورة تضمنت نبأ عجيبا، وهو نبأ أهل الكهف، وخبر ذي القرنين، وقبله خبر موسى عليه السلام، وفيها من العظات الشيء الكثير، وهي من العتاق الأول. والمقصود أن النبي عليه الصلاة والسلام في هذا الحديث الحسني رتب عليها نورا. والقرآن كله عظيم، لكن النبي صلى الله عليه وسلم تعبدنا ببعضه في أحوال غير الصلاة، فأخبر أن من قرأ آية الكرسي عاقب كل صلاة مكتوبة ثم مات لم ينح من دخول الجنة إلا أن يموت، وأخبر أن من قرأ عند نومه سورة الكافرون أنها براءة من الشرك، وقال عن المعوذتين: لم يتعود متعوذ بمثلهما، وقال عن البقرة إن السحرة لا تستطيعها، وقال عن البقرة وآل عمران: اقرأوا الزهروين البقرة وآل عمران. هو قال السائل وفقه الله، قال يعني كأنه أشبه بلغة الاحتجاج اليسيرة، قال: الله يقول فقر وما تيسر منه. هذا المقصود به في التعبد، والمقصود به في الصلاة. والمعنى أن الإنسان إذا قرأ الفاتحة في الصلاة في الركعتين الأولين بعد ذلك يكفيه من القرآن أيسرة. قال الله جل وعلا: فقرأوا ما تيسر من القرآن، أي لم يعين سورا لا بد من ختمها وإنهائها. لو أقرأ بآية آيتين أجزأته، لكن السنة دلت على بعض الصور التي كان يتوخاها النبي صلى الله عليه وسلم في بعض صلواته. أم محمد تسأل عن دعاء جلب الرزق: اللهم لا تجعلني فردا وأنت خير الوارثين. هو نحن ذكرنا في دروس لنا حالين: حال من لم يمن الله عليه بعد بالذرية، فقلنا إنه دلت التجربة على أن الإنسان إذا قال بنية الدعاء لا بنية التلاوة: ربي لا تذرني فردا وأنت خير الوارثين، في السجود 40 مرة غير صلاة فريضة، يرجى أن يرزق، يرجى أن يرزق ذرية. ولا يمنع هذا مثلا من كان عنده ذرية ثم انقطع، يعني رزق غلاما ثم انقطع أو جارية ثم انقطع، أن يقولها. هذا يعني لا حرج، لأن الاستكثار من الخير محمود، والله جل وعلا قال عن أنبيائه ورسوله: وجعلنا لهم أزواجا وذرية. هذه حالة الذرية. الحالة الثانية جلب الرزق. الله جل وعلا قال: حسبنا الله سيؤتينا الله من فضله ورسوله إنا إلى الله راغبون. بينا في دروسنا في شرح تفسير سورة التوبة أن الإنسان إذا ضاق به الرزق وشحت به الوظيفة أو تعذرت عليه أن يقول: حسبنا الله سيؤتينا الله من فضله إنا إلى الله راغبون. يتأول الآية، الآية كاملة: سيؤتينا الله من فضله ورسوله. لكننا في الدعاء لا نقول ورسوله، لأن النبي صلى الله عليه وسلم ميت في قبره، يحيى حياة برزخية وروحه في أعلى عليين في المحل الأسنى والملكوت الأعلى صلوات الله وسلامه عليه. ولما كان حيا كان يمن على بعض الصحابة بما يسر الله له. الله يقول: وإذ تقول للذي أنعم الله عليه، أي بالإسلام، وأنعمت عليه، أي بالعتق. فهذا في زمنه في حياته صلى الله عليه وسلم. أما وهو ميت فمعاد، فنقول والله قال عنه أنه ميت: إنك ميت وإنهم ميتون. فيأتي بعض الناس يقول: النبي صلى الله عليه وسلم يرد علينا السلام، إذن هو حي،
هذا رد للقرآن، عدم فهم للقرآن. هو نقول حي حياة برزخية، لكن الله جل وعلا سماه ميت، قال إنك ميت وإنهم ميتون، وقال كل نفس ذائقة الموت، وهو يقول أكاد أن يأتيني أجلي صلوات الله وسلامه عليه. والمقصود أن الإنسان لو قال إذا ضاق به الرزق حسبنا الله سيؤتينا الله من فضله إنا إلى الله راغبون، أرجو أن ينال خيرا إن شاء الله. القضية تحديد العدد هل هي يعني مستندة؟ بحيث تحديد العدد قلنا تجريبي، مدام تجريبي يعني لا نتكلم عن عبادة. لو قلنا من قالها 40 مرة كان له أجر كذا، أو قالها تعبدا لحظا ذكرا، لكن العدد 40 لكن العدد 40 عدد مبارك في القرآن. الله جل وعلا قال حتى إذا بلغ أشده وبلغ 40 سنة، وقال وعدنا موسى 40 ليلة، وفي الحديث إن أحدكم يجمع في بطن أمه 40 ليلة 40 يوما، وجاء في الحديث كذلك أنه قضية بين النفختين قال فيمكث الناس 40. فعدد 40 دل القرآن على أن له شأنا. وما هو العلم؟ وأن يرزقك الله فهما تستنبط فيه من القرآن. لكن بعض الفضلاء من الناس لا يقبلون مثل هذا، وهذا عجيب منهم وأنا أعذرهم. يقول من قال بهذا؟ ولو ما أخذنا بهذه القضية من قال بهذا من قال بهذا من قال بهذا، سنأتي كل في كل عصر كلما ظهر شيخ من السنة الأولى للنبوة، من السنة الأولى لبعد وفاة النبي صلى الله عليه وسلم، نقول من قال بهذا من قال بهذا، ولن يصبح بأيدينا أي شيء، ولن يكون هناك علما. وعلي رضي الله تعالى عنه قال إلا فهما يؤتيه الله من يشاء في كتابه. لكن ينبغي للناس إذا يعذروني في هذه الكلمات، إذا قصرت أفهامهم عن شيء ليس هذا دليلا أن الله لا يفيء من فضله على غيره. يفتح كلمة يفهمها من يفهمها على أنها تزكية على أنها مدح، لكن ليس المقصود هذا. المقصود كيف نقيم الحج؟ الله يقول ذلك فضل الله يؤتيه من يشاء، وقد تفضل الله على علماء حسبنا الله سيؤتينا على علماء قبلنا بأشياء نظهر كيف استنبطوها، وسيتفضل الله برحمته وفضله ولا ملزم عليه على من يأتي بعدنا بأشياء لم تدر على خلدنا ولم نعرفها. هذه سنة الله في خلقه، وقد يمن الله على زيد بما لا يمن به على عمرو، وعند غيرنا من العلم والفهم والفضل ما ليس عندنا. وهكذا صرفه الله جل وعلا بين عباده. لا بد الناس يكون لديهم روية وقبول حسن وقناعة علمية وتأصيل علمي. يعني هذه قضايا سبحان الله كيف الناس أحيانا يجحدونها مع أنها ظاهرة ظهور الشمس. التي يعني مع ختام الثلاث دقائق الأخيرة، سورة مريم، يعني نحن تكلمنا عن آيات في سورة الإسراء وآية في سورة الكهف، وسورة مريم السورة الثالثة من سور العتاق الأول، وتأملات قرآنية. يقول الله عز وجل واذكر في الكتاب إسماعيل. هذا الذكر أول شيء، يعني احنا دائما نقول واذكر واذكر، الله عز وجل يعني ينبه نبينا صلى الله عليه وسلم، وإسماعيل لا يخفى عليك أنه جد نبينا صلى الله عليه وسلم.